الزميل هذا التلميذ هذا كان بولي، كان بلطجي في المدرسة، كان طويل القامة مفتول العضلات، وكان يلعب سنتر فورورد في فريق الكرة، وكان له شعبية غريبة عند يعني الطلبة والأساتذة. الشعبية من باب انه يخافون منه يعني؟ يخافون منه ايه، وهو بلطجي وبذيء في ذوقه وفي في يعني أصاب الغرور، بذيء في ذوقه وفي ألفاظه، وعنيف مع الطلبة الصغار، صفع فيهم ورفس فيهم ويتعامل معاهم مثل ما يتعامل مع الكرة يعني، لأن سنتر فورورد. فذاك اليوم في واحد من الطلبة الكويتيين ياني يبكي وقال لي ان فلان الفلاني اللي هو هذا البولي المصري، المصري الطويل العريض هذا طقه صافع هذا الكويتي. منو هذا الكويتي؟ واحد من الطلبة الكويتي. تذكره منو؟ لا ما احب اذكر اسمه يعني. بس تذكره منو؟ اي اذكره طبعا. فكسر خاطري مسكين هذا الكويتي، قلت ايش فيك وتبكي؟ قال انا طقني فلان وكذا وكذا. انا الحقيقة يعني ذاك اليوم ما اشتهيت حتى الغداء، قاعد افكر يعني شو نسوي فيه هذا، شلون نتعامل وياه، طويل وقوي واحنا نتف يعني. فقضبت قضبت هلال هلال الساير هلال الساير وقضبت فاروق سلطان، مو فوزي سلطان، فاروق اخو فوزي. فاروق سلطان يعني ما شاء الله الجناعات يعني عندهم هم طول وعندهم يعني بنية قوية. وهلال قلت لهم يا جماعة ما يصير نسكت، صفى أخونا هذا يعني إذا سكتنا راح يعني يتمادى، وهذيل الأشكال لازم تحط حد بينك وبينه. قالوا ما نقدر عليه يا عبد الله. قلت لا نقدر عليه، اذا احنا ثلاثتنا نقدر عليه. قالوا شلون؟ قلت لهم واحد يخم ريوله وواحد يقضب ايده وانا خلوا لي الباجي. خلوا لي الباجي. قالوا اخاف يطقنا واخاف يعورنا. قلت ما يخالف، هم احنا راح نعوره يعني، بس راح نعوره اكثر احنا، بس خلكم ملتزمين بان في المهمة واحد يقضب الريل وبس، لا يقعد يعافر، بس يقضب الريل، والثاني يقضب الإيد وخلوا الباجي عليه. والله ما صدقوا خبرش حلوهم. فاستدرجنا الولد هذا طويل الشاحط خرع يعني، وفوتبولر يعني 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 هديف. فقلت له فاروق لهلال هذا لازم نطقه في نفس المكان اللي طق فيه الطالب الكويتي، وفي نفس الساعة وفي نفس المكان قدام المقصف. والله وانتحين الفرصة ونستدرجه يا كابتن فلان يعني عندنا كلام وياك وما أدري كذا. يوم صار بوسط الطلبة اللي شوت فيهم العادة وصفع فيهم، قضبوا واحد من ريولة واحد من إيده، وأنا كان عندي بيدي البطل هذا مال السيترو. والله الله يوفقنا بان احنا يعني طقيته بالبطل. ايه ايه يعني ان خدينا ثارات، مو ثار واحد، طلبه كلهم طلبه كلهم. الحين الدم قام يشخب من خشمه، فالطلبه قاموا يصارخون خايفين يا هال يعني. ايه وناس مستانسين وناس خايفين. يا وعاد الاساتذه وهذا ومنو سوى هالشغلة؟ قالوا نفيس. وتم استدعاكم في الإدارة وانطلقت؟ تم استدعاءنا طبعا من قبل الناظر انطرت من المدرسة؟ اي انطرت. انا قال لي يعني ما ابي اشوف وجهك للامتحانات النهائية، بس ما شاء الله يعني ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، صارت لنا هيبة، واي واحد ما يستجري يقرب منه، اللي يبي بطل سيترو يتفضل يعني. اي نعم. طيب انت